هل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل هي لخوفه من الشرك أم أنها دعوة ليبين خطورته في ذلك؟ لا خائف من الشرك، ربي إنهن أضللنك كثيرا من الناس، خاف من هذا عليه الصلاة والسلام، لأن البشر على خطر، ما حد يزكي نفسه لا الأنبياء ولا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة يا رسول الله وأنت تخاف؟ قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فلا أحد يأمن على نفسه. ولما سمع أحد العلماء قول إبراهيم واجنبني أن وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه كسر الأصنام وابتلي بسبب ذلك وألقي في النار، ومع هذا خاف على نفسه لأنه ما يزكي نفسه، لما سمع هذا قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم.